لأن الناس ثلاث أقسام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده: إما مستجيب، وإما غافل، وإما معاند. ما يخرجوش على الثلاث أقسام. إما مستجيب، هذا يحتاج أنك تبلغ له الحق فقط، نقص المعلومة. ولذلك الآن من مزايا هذا العصر ومن نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر هو سهولة انتقال المعلومة ووصولها. هذه نعمة من النعم. كان الواحد في الزمن الأول باش يسمع حديث ربما رحل شهراً. نقرأ سير المحدثين، كان إذا أراد أن يستوثق من حديث أو أن يسمع يعني يسافر شهر كامل. حتى أحد المحدثين حسب حسبة عدد ما مشى في حياته طلبا للحديث على قدمه، مش حال مشى في حياته طلبا للحديث حتى جمع لنا، تصور يعني كم، يعني يعطوني حسبة، يعني لو سيارة ربما يعني خلاص يعني تدخل في اللبن. ذكروا أنه مشى ما يقارب في زماننا الآن يعني بالله ما يقارب 300 كيلومتر في حياته بين راكب وبين ماشي. قل راكب يعني راكب على الجمل وعلى الله. فالشاهد أن سهولة المعلومة، أنت ألقي المعلومة. لذلك لما أتكلم عن الدعوة الآن سوف أفصل بعض مقاماتها، يستطيع كل واحد منا أن يفتح الله عز وجل به قلوبا وعوائل ومجتمعات حتى بعد الممات. أنت لا تلاحظ النتائج، رب كلمة تدخلها، منشور تنشره، تسجيل تسجله وتجعله يبحر في هذا الفضاء الأزرق، فما تدري أي قلب سيصيب، أين سيقع سهمك. ربما قد اهتدى أقوام وأقوام وأنت لا تعلم. متى تعلمهم؟ يوم القيامة حينما ترى صحيفتك، فإذا هي ملأة بحسنات أنت لم تعملها، حسنات وجبال ودرجات، من أين لك هذا؟ تلك الكلمة التي ألقيتها لم تلقي لها بالا، فجابت الآفاق ورفعتك إلى أعلى عليين. هذا الأمر الأول. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نشروا الدعوة بأقوالهم وبأفعالهم وبتقريراتهم وبمعاملاتهم. الأمر الثاني، لماذا الحديث عن الدعوة إلى الله عز وجل في زماننا هذا؟ الدعوة إما تأسيس وإما مدافع. الدعوة إما أنك تؤسس وإما أن تدافع. التأسيس معناه أنك تأتي إلى أناس غافلين يحتاجون إلى موعظة، وهذا النوع الثاني من الناس غافل، وربما يكون مسلم، ربما يكون حتى ولو لم يكن مسلم عنده بذرة حسنة في قلبه، يمكن عنده غفلة خذات الدنيا بشهواتها ملذاتها، فيحتاج إلى من يقرع سمعه بالترغيب والترهيب، يحتاج إلى من يؤزه أزاً ويدفعه دفعاً ويحرك راكد قلبه وفؤاده. وهذه الموعظة الحسنة، الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. فأقول الدين أو الدعوة تحتاج إلى تأسيس. أحياناً تأتي إلى أناس إما عندهم نقص في المعلومة أو عندهم غفلة، فماذا تفعل؟ تؤسس فيهم هذا الدين، سواء كان في العقيدة، في العبادات، في الأخلاق، كل مجالات الدين. الأمر الثاني اللي هو أهم شيء في الدعوة هو المدافع والمحافظة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نشر دعوته خلاها هكذا بدون دفاع. يعني الآن المشكلة أن الدعوة مثل الصيد، وقديما قالوا قيد صيودك بالحبال الواثقة. كم من إنسان اهتدى ثم ضل، كم من نتائج حققت في الدعوة ثم تلاشت، كم مجتمعات استقامت ثم انتكست. ما هو السبب؟ أننا لم ندافع عن دعوتنا. دعوة مش فقط تمدها وتروح، اسم مدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا،
ولينصرن الله من ينصره. ولذلك شرع الجدال وشرع الجلال اللي هو الجهاد. تعجبني كلمة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين حينما جاب هذه الآية: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: فجعل الله مراتب الدعوة على مراتب الناس، كين يحتاج إلى المعلومة، كين يحتاج إلى الموعظة، كين المعاندين، هذا القسم الثالث يعاند، وما أكثرهم في زماننا. يعني من مخلفات انتشار المعلومة صارت الناس تعاند في المسلمات، جيب له أمر من أمر الله ومن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم مما أجمع عليه الأمة، قل لك مانيش مقتنع. قل يا أخي الحجاب أوجبه الله عز وجل من فوق 7 سماوات، قل لك لا. قل يا أخي الله عز وجل حرم الربا، حرم الخنا، حرم كذا، يجادلون في كل شيء. فهؤلاء ما يحتاجونه، يحتاجونه إلى من يكون عنده قوة في الحجة يجادل هؤلاء ويكشف باطلهم، لأن الشبه خطافة. هذا كل يوم نسمع واحد انتكس، وحتى نصر واحد ألحد. يا جماعة الإنسان ما ينظرش المحيط بتاعه فقط، جماعة اللي تشوفهم في المسجد، تشوفهم في الحي، تشوفهم في الأمم ومجتمعات احنا ما نعرفهمش. والله لو يبلغنا أو تصل إلى هؤلاء لرأيت عجبا عجابا. كان أحد المشايخ الفضلاء والدكاترة المبرزين في مجالدة النصارى والملحدين الشيخ الدكتور يزيد حمزاوي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، كنت كثيرا ما ألتقي معه في بعض الأمور في الشبه التي تقع على بعض شبابنا وبعض الأسر، حشرات الأسر الذين تنصروا والذين ألحدوا. وكان أحيانا لما تكفي بعض المسائل يعني أشياء عقدية أو فقهية يعني كنا نتعاون على هذه الأمور. فالشاهد أن المجتمع يئن، وأن هذه الإنترنت قد خطفت قلوبا. إذا نحتاج إلى مدافع، المدافع باللسان، وأحيانا المدافع بالقوانين الرادعة، وأحيانا المدافع ماذا؟ بالأبدان. ولهذا قال النبي العدنان حديث في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بماذا؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه العلم، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وجاء في رواية عند الإمام أحمد في المسند: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. إذا تعالوا بنا معاشر المؤمنين والمؤمنات نستظهر بعضا من أسس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مسقطين لها على واقعنا، ونحاول أن نستخرج منها بعضا من الهدايات وبعض من الفوائد. فأقول بالله أستغفر. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدى إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أوعز للناس وأوضح لهم بأن أعلى مقامات العبد أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. يعني لو قلت للإنسان وش هي أفضل وظيفة في هذا الوقت، روح للشباب استبيان ولا خرج الشارع ولا ألقي سؤال هذا في الإنترنت في أحد المنتديات ما هي أفضل وظيفة، راح عندك ما تسمع. بعضهم يقول طبيب، بعضهم مهندس، بعضهم كذا، بعضهم كذا. كيف أعظم وظيفة إن رزقتها رفعت إلى أعلى عليين، ما هي أفضل وظيفة؟ أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل هو قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. وهذا لابد أن يغرس في أبنائنا وفي أجيالنا. إحنا المشكلة عندنا أخطاء في التربية. إمام مسكين، هذاك درويش، لما ينجحش حتى في المناهج التربوية البائدة هذه دائما يكون في ذيل القائمة، النتائج كما يقال في لما عندوش ما قبله حتى تخصص. قال ابعثوا
أبدعت ماذا للشريعة. طبعا هذا خطأ جسيم. الدعوة إلى الله عز وجل أفضل، وهذا دائما أقوله لطلابي في بداية كل موسم جامعي. شوف بعض الوجوه لي مساكن يعني في الاختيارات، قال 5 اختيارات الآخرين بعتوه مسكين، يجي مسكين مكسور الخاطر وعنده مسمع في بيته وفي حيه وفي مجتمعه، ومنهم من تغامز عليه ومنهم من ضحك ومنهم خلوه تمشي شريعة الله يعينك، يعني أنت مسكين. الشاهد أبين لهم بأن هذا هو أعظم مقامات العبد التي يصلها، وإن صدق الله عز وجل جامع له بين حسن الدنيا والآخرة. ولذلك ذكر الله عز وجل في قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه. يقول الإمام القيم رحمه الله والتعبير هنا بلفظ القيام دليل على علو المقام. قيام دليل على علو المقام. إيش مقام يصل إليه الإنسان؟ لأن فيه مرتبة النبوة، هذه ربي يعطيها الصفة. بعد الأنبياء من يأتي؟ الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. كاشف حتى قبل الشهيد، الشهيد يأتي في المرتبة الثالثة. إذن أولا أن الدعوة الله عز وجل أعظم مقاماته هي مقامات الأنبياء وأتباعهم. لم يورث الأنبياء درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحق وافر. من يبد الله به خيرا يفقهه في الدين الأحاديث. الأمر الثاني، إحنا الآن نعيش في مجتمع نشكو من سلبيات كثيرة ونتباكى على خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نقرأ هذه الآية بس ما نشوفهاش في الواقع. هنا الخيرية التي نتحدث عنها، نحن ما في ليل الركب في كل أشياء، في أخلاقنا، معاملاتنا، في صناعاتنا، في كل شيء، أعدد ما شئت. ما الذي ضيعناه؟ ما هو المفتاح لهذه الخيرية؟ قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآن أعطيكم سؤال، الله عز وجل قال كنتم خير أمة، تعبير بالماضي هو الماضي المستمر، يعني كنتم وستكونون، ولكن إذا حققتم الشرط كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شكون أعظم، الإيمان ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أيهما أعظم؟ الإيمان، الإيمان هو الأصل. فلماذا قدم الله عز وجل الأمر بالمعروف وأخر الإيمان؟ لماذا؟ الأمر بالمعروف نعمك هي الدعوة إلى الله عز وجل، يعني ربي قال لنا لن تكونوا خير أمة بجث الناس إلا إذا مارستم الدعوة وآمنتم بالله. فلماذا قدم الدعوة على الإيمان؟ ما هو السبب؟ اليوم جبت معي كتب في السيارة، واللي يجيب أعطيه إن شاء الله جائزة. يلا بلى، لأنهم كانوا مؤمنين قبل أن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر. جيد، غيره. الإمام الرازي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره عنده أحد الكلام يكتب بماء الذهب، يقول رحمة الله تعالى عليه الآية إنما أورده الله عز وجل ها هنا في مساق المفاضلة. أنتما بالنسبة للأمم اليهود والنصارى أنتم خير أمة. نحن نشترك مع اليهود والنصارى في الإيمان، تكلم على اليهود الأوائل مش اليهود الآن، اليهود والنصارى نشترك معهم في الإيمان، ولكن ما هي الخصلة التي فضلنا الله عز وجل بها على اليهود والنصارى؟ إذا ضيعناها صرنا مثل اليهود ومثل النصارى، ما عندنا حتى مزية، وهي الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدليل، العلم دليل يا جماعة، العلم مش حضرة فقط، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، بل علم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. والدليل وهي أكان خيرا لهم؟ لا، غيرها.
أحسنت. لما ذكر الله عز وجل أنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. اليهود والنصارى تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنزل. والأمة الإسلامية متى ترتفع؟ إذا مارست الدعوة صغيرا وكبيرا مسؤولا راعي ورعية أبا وأما وابنا وبنتا. شوف من الشبهات اللي قذفوها للناس أعداء الدين، يقول لك وما أنت عليهم بمصيبه، لكم دينكم ولي دين، اتركوا الخلق للخالق، وش دخلك في الناس، أنت اهتديت خلاص. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أو إن اهتديتم. فيجيب لك مثل هذه الشبهات. طبعا هذه الشبهات خطافة، يقول لك يا أخي أنت خلاص ربي هداك بنفسك، ما تدخل شعورك في الناس، لا ترى هذا أمر بالصلاة، أنت قاضي، أنت اللي تدخل الناس الجنة وأنت تدخل. شبهات هذه خطفت قلوبا كثيرا. قل أنا الذي أفعله ليس لنفسي وإنما لديني ولأمتي، لأن الأمة ترتفع إذا فشى فيها الأمر المعروف. كلكم يحفظ حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيره، مثل ما بعثنا الله به من حق مثل قوم استهموا في السفينة. نحن في مجتمع واحد، كينا من فوق كينا من تحت، فمنهم من أصاب أعلى ومنهم من أصاب أسفلها، فكان الذين هم في الأسفل سفهاء، وما أكثرهم في هذا الزمن. شوف السفاهة الآن كيف انتشرت في الواقع والمواقع. فماذا فعلوا لما نقص منهم الماء؟ قالوا خذونا حفروا حفرة وجدوا الماء من البحر. اللي كانوا الفوق لو قالوا كل واحد حر في نفسه، ولسنا بملزمين بأمر الناس ونهيهم، سوف يغربون جميعا ولو أخذوا بأيديهم نجوا جميعا. لذلك إحنا لما نمارس الدعوة هذه نمارس خيرية الأمة، نمارس النصر والتمكين. لا يمكن لأمة وأمة الإسلام أن تنجع وأن تفلح إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما كان الصحابة وجيلهم ومثل ما ينبغي أن نكون الآن. ولذلك قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صمام أمان هذه الأمة الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله عز وجل. الأجور العظيمة أيهما أكثر أجر؟ بعض الناس يظن بأنه كثرة الصلاة، كثرة الصدقة، كثرة العمرة، الحج، كثرة الجهاد في سبيل الله هي أعظم ما يكسب به الأجر. الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحديث عند الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال لا هذا حديث علي بن أبي طالب، حديث الصحيحين، حديث مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاه لا ينقص من أجورهم شيئا. يعني تصور فقط هذا الأمر، لو أنك الله عز وجل يجعلك سبب أن تكون هاديا وداعيا إلى الله عز وجل، أي واحد يستجيب الأجر يجري عليه. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وجاء عند الإمام الترمذي إسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام الصلاة والصدقة. يعني أعطيكم الآذان Thank you.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما أدري كيف انقضى الوقت سريعا وأنا لم أقل شيئا، سبحان الله. ما أدري هل هي بركة الوقت أو سرعة انقضائه مع هذه الوجوه الطيبة والمجالس العامرة. وإلا فإن الحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الله يحتاج إلى دورة مش إلى جلسة مثل هذه. وكنت قد وفقني الله عز وجل إلى أن أكتب في هذا الموضوع قبل سنوات عديدة كتابا هو منهج السلف في الدعوة أو في الوعظ يعني. وكان كتاب ضخم في قرابة 1200 صفحة تقريبا. الاختصار والاختزال صعب جدا يعني، ولكن نسدد ونقارب. أعطيكم نقطتين أو ثلاث في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. أولا، السؤال: هل الدعوات الموجودة الآن في الساحة تسير على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، أم أنها حادت وانحرفت؟ السؤال لا بد أن يسأله كل إنسان داعية، حتى كل مسلم: هل دعوتي في قولي وفي سري وفي علانيتي أنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن قبول الأعمال منوط باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الجواب: للأسف الكثير والكثير من الدعوات الموجودة في الساحة الآن حادت عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. تعريف السبب لماذا؟ ما هو السبب؟ هناك سببان اثنان. السبب الأول: انحراف القوة العلمية، والثاني انحراف القوة العملية. نبسط لكم المعلومة. السبب إما أن هذه القلوب فيها دخل وإيش خالصة لله عز وجل، دعوات تنتصر لنفسها لأهوائها لمكانتها غير ذلك، فالله عز وجل لن يوفقها ولن يكتب لها الفلاح. إنما الأعمال بالنيات، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والسبب الثاني هو الجهل بمنهج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أنه كان لي قبل سنوات لقاء مع طائفة من الدعاة يعني دورة مصغرة يعني كان 3 أيام في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتفاجأت غاية المفاجأة، كثير والكثير والكثير من الدعاة إلى الله عز وجل لم يتطرقوا ولم يجدوا هذا العلم. لذلك تشوف الآن هذه الإخفاقات والإخفاقات في دعوة الناس. دعوة ليس جمع فقط وبهرجة، لا، دعوة علم وسداد. ولذلك إذا أردنا أن نختزل ونختصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أساسها أولاً تصحيح النيات، الإخلاص إلى رب الأرض والسماوات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كثيراً ما يحذرون الناس من هذا المزلق. جاء أبو معاوية الكندي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في الوعظ والقصص على الناس، فقال: إني أخشى عليك أن تحدث الناس فتعجبك نفسك فتعلو في نظرك، وما زلت تعلو حتى يضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة. قيل لحمدون بن أحمد القصار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ لم كان السلف يتكلم كلام يصل إلى القلوب مباشرة. قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضاء الرحمن. قال: أما نحن تكلمنا لأنفسنا ولمصالحنا ودفاعا مال عن أمورنا. ولذلك الله عز وجل لم يكتب وصول هذه الكلمات إلى القلوب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حرص على دعوة الناس مهما كان الشخص الذي يدعو، حتى ولو كان كافرا، حتى لو كان معاندا. ولهذا مدح الله عز وجل نبيه الكريم بصفة الحرص التي فقدتها الكثير من الدعوات.
بعض الناس يقول لك أنا عندي واحد قريب جار وكذا، نصحته مرة اثنين ما حبش يستجيب، خلاص مباشرة إني بدل طريق ويروح. الله عز وجل ذكر عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه يدعوهم ليلا ونهارا كم؟ 950 سنة، وكانت النتيجة وما آمن معه إلا قليل. كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه كما يحدثنا خواص تلامذته، كان في بدايه دعوته كان لما يلقي الدروس وكذا كان يحضر في مجلسه اثنين فقط، واحد يكتب واحد ما تغلبه عينه فينام، وكان كثيرا ما ياتي الى مجلسه فلا يجد احد، ولكن مع الاخلاص والاصرار راينا مجالسه في اخر حياته مد البصر. أما الزمن فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض حتى لو بعد وفاته. ابن تيمية رحمه الله تعالى في حياته لم يكتف الناس بعلمه كما احتفوا به بعد 7 قرون من وفاته. ما تدري الله عز وجل متى يكتب لك الانتشار لدعوتك. فالشاهد الحرص حريص عليهم بالمؤمنين ما له رؤوف رحيم، حتى الله عز وجل بين أو عاد على نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذا الحرص الذي فقدته الكثير من الدعوات. من أسس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التدرج المرحلية، كين مراحل الدعوة، ما تقفش المراحل. بعض الناس يريد دعوته يمارسها اليوم سنة سنتين لابد يشوف ما البستان قد اخضر والناس قد راجعت إلى دين ودخلت إلى دين الله أفواجا. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنوات يدعوه المؤيد، لم يؤمن معه إلا قليل. ولذلك قضية المرحلية والصبر على الدعوة الله عز وجل مهم. أنت تأتي قوم، وهذه من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التي غابت عن كثير من الناس. الشيخ نبهني عن الوقت، يعني الوقت يعني حتى ما تجاوزوش ودانا حبيس أخواننا مزاج فيه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء عندما مارس دعوته راعى البيئة التي هو فيها، بيئة مكة وقلة من آمن وصلف القريش وصعوبة ميراثهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصادمهم بالدعوة أولا، وإنما بنى جسور التوحيد في قلوبهم، ثم بعد ذلك أصول الأخلاق، ثم بعد ذلك جاءت العبادات، ولم تأتي الحدود إلا في المرحلة المدنية. ولذلك من ضوابط المكي والمدني عند العلماء يقولون كل صورة وآية ذكر فيها حد من الحدود فهي مدنية، كل صورة ذكرت فيه فريضة فهي مدنية. لماذا؟ لأنه في المرحلة المكية كانت مرحلة التأسيس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المنكرات ولكن لا يجادل أصحابها لأنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم. شوف الآن الدعوات اللي جهل بعض الناس، يجي مجتمع لا يؤمنون بالله عز وجل، فيهم نقص كبير في عقيدتهم في صلتهم بربهم في صلاتهم، باش يبدالهم ماذا؟ بصغائر الامور وفروعها. بل الانكى والاعظم، حدثني احد الاخوه الذين درسوا معي في الجامعه الاسلاميه المدينه من روسيا، وكان ملحدا ثم اسلم. من بين الأمور التي حدثني بها أمران اثنان غريبان. قال أما الأمر الأول، قال إحنا في روسيا كنا في مكان إقليم في موسكو، يعني البلدة التي هو فيها والمنطقة لا يوجد فيها إلا قلة من المسلمين بدأوا يدخلون شيئا فشيئا، يعني خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وكذا بدأت الأمور تنتعش. قال فإذا ابتلينا بشخص جاء، أول ما بدأ ينطح، قال بدأ ينشر في دعوته لا تسمعوا لهذا لا تسمعوا لهذا،
قال بهذه العبارة، قال رجل مجنون. الناس لو أتاهم صوفي ودعاهم إلى الله عز وجل تركناه، خلوه يا أخي، خليه على الأقل ما لا يجلب الناس، ثم بعد ذلك صحح. مش تبدأ أول الأمر أنت في بيئة ملحدة، في بيئة لا تعرف الله عز وجل أصلا، ثم بعد ذلك لا تسمع وتسمع وما تسمع. والأمر الثاني الذي حدثني به والي من الغرائب، تكلمت على الجزائر وكذا، قلت له احنا عندنا واحد المجموعه من الناس، وهذه ايضا تدخل في الدعوه المرحليه، لا يصلون. والله اذكر كان معي في الغرفه، جلس مده يمكن 3 دقائق وهو يردد: مسلم لا يصلي، مسلم لا يصلي، يعني ما ركبتش في عقله، مسلم لا يصلي. ولذلك مما ذكره الساده المالكيه من ما يسمى الفقه الافتراضي، كان يفترض مسائل ما كيناش يعني. يقال لو وجدت من مسائل الافتراضية أن يوجد مسلم لا يصلي، هذه ما كانتش موجودة في الواقع، والآن موجودة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامات الساعة حتى يقال للرجل ما أحلمه، ويذكرون من خصاله وأخلاقه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان. ما يصلي، ما يوحد، ما يحط راسه على القبلة. يقول لك والله هذا خير ما هذوك اللي هم في الصف الأول، لا خير جماعة على المسجد، أنا شفناهم هذوك المنافقين. وهذا نقول من تصفه بالمنافق أفضل 1,000,000 مرة من هذا وإن ظهرت أخلاقه. فالشاهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الطبائع، يراعي المراحل، يراعي أيضا في قضية تخيل الأسلوب. وهذه وأختم كلام مثل ما قلت، لازم نتكلم دورة مثل ما قالش. فأقول قضية تخيل الأسلوب. الداعي إلى الله عز وجل ما عندهش وصفة لكل الأدواء وكل الناس. لو أن طبيبا لأن الداعية، وأنتم كلكم دعاة وأنتم صامتون كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه، لو أن طبيب جاء في بلدة من البلدان وفيها الكثير من العاهات والأمراض، واحد مريض براسه، واحد برجله، واحد وعنده وصفة واحدة فقط، أوردونوس واحد، ليجي يعطيها له مباشرة، ليدخل عنده يقول نفس الوصف، ماذا يقال عن هذا الطبيب؟ جاهل أو مجنون؟ بعض الدعاة يستعمل نفس الوصفة مع الجميع، وهذا خطأ ذريع. لذلك الله عز وجل زاوج بين الرفق والشدة، بين الترغيب والترهيب. دائما تجد أساليب الدعوة دائرة بين أمرين متقابلين، هذا ترغيب وهذا ترهيب، هذه شدة وهذه رفق، وغير ذلك من المتقابلات. ولذلك أنت قبل ما تأتي إلى الناس والبيئة التي تريد أن تدعو للشخص، لازم تعرف من المدخل بتاعه، لعل الترغيب يجرئه، ولعل الترهيب يقنطه ويفسده، لعل الرفق يجرئه، ولعل الشدة تفسده. شوف حتى في تربية الأولاد، أولادك اللي جابتهم بطن واحدة وأب واحد، كيف إذا استعملت مع الشدة يفسد، وكيف لا إذا استعملت معه الترغيب يفسد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على بعض الصحابة ويلين مع بعضهم، وإن كان شعاره الرفق ولكن الشدة تكون في مواضعها. كان يستعمل الترغيب أحيانا والترهيب ماذا أحيانا. ولذلك عدم فقه حال المدعو ليختدعيه، وش الأسلوب الذي يناسبه، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الكثير من الدعوات تخفق. الحديث ذو شجون، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمل منه النفوس، والحديث عن دعوته لأن سيرته، كلامه، منامه، قيامه، سعيه، كلها دعوة الله عز وجل. ولذلك بعث الله عز وجل هذا النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في ختام هذه لا أقول محاضرة، هذه الخواطر،
في منهج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نشكر القائمين على هذه الأيام الدعوية في سيرة خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه. وإن من شأن تذاكر سيرته أن الإنسان يزداد حبا لنبيه، لأن طريق المحبة هي المعرفة والعلم. كلما ازداد الإنسان معرفة بالشيء كلما زاد حبا له، ولهذا نحن نتعرف على سيرته وشمائله وعلى دعوته لنزداد حبا واتباعا واقتداء له. فأشكر لهم جزيل الشكر على هذه المبادرة الطيبة، كما أشكر الحاضرين سعيهم وحرصهم على هذه المجالس الطيبة المباركة. أسأل الله العظيم أن يرفع الضرع عن المتضررين، وأن يحقق أماني كل من تمنى ورجى شيئا من خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، واجتماعا ترتفع ذكراه عندك في الملأ الأعلى، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومرحوما. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى كما لا يفوتنا في هذه المجالس التي ترفع فيها الدعوات وتقضى فيها الأمنيات والتقرب من الله رب الأرض والسماوات. أن لا ننسى إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين، فالمسلم المسلم كالجسد الواحد، إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أسأل الله عز وجل أن ينصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع الضراء والبأساء والبلاء عن إخواننا في أرض غزة المنكوبة. اللهم إنا نسألك أن تعجل لهم النصر المبين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود، فإنهم طغوا وبغوا وملأوا فجاج الأرض طغيانا وعدوانا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. كلمة فقط تعليق، بعض المسلمين لا يدركون حجم الخطر المحدق بأمة الإسلام. بالأمس القريب صارت أحداث في لبنان، وصارت بعد ذلك أحداث وأحداث، وإن كان ذهب فيها من لا نرتضي دينه ومنهجه، ولكن المسألة أكبر من ذلك بكثير. المسألة هو أن هؤلاء استمروا العدوان والطغيان، ولن يردهم راد إلا الله عز وجل الواحد الديان وغيرت المسلمين ونصرتهم لدينهم. هؤلاء لن يتوقفوا أبدا. والمشروع الذي بدأ خيوطه في مؤتمر بال في سويسرا، لما اجتمع خبثاؤهم ورأسهم اليهودي في وضوء هيرتزل في أواخر القرن التاسع عشر، بدأت الآن تطبيق الفعلي في آخر أطواره. لذلك الإنسان لا بد أن يتنبه، ولا بد أن يكون حذرا، ولا بد أن يكون حاميا للإسلام، ولا بد أن يتحدث عنه بحرقة. أما التخبيل وأما الانبطاح وأما الصراعات والفرقة، ليس هذا هو زماننا. نحن كلنا مستهدفون، لا يفرقون بين شخص وآخر. ما دام أنت تحت دائرة الإسلام، إن تسبت حقا أو زورا أو غير ذلك لا يستثنون أحدا. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يعيد للإسلام هيبته، وأن يعيد له خيريته، وأن يدفع عنا كيد الكائدين وعدوان المعتدين.